نعم، يعني لا زالت الأوضاع الميدانية على حالها من حيث عمليات التصعيد الإسرائيلي المتمثل في توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في شرق مدينة خان يونس، وذلك بعد أن توغلت أرتال عسكرية إضافية إلى منطقة القرارة في الشمال الشرقي لمدينة خان يونس، وبدأت هذه القوات بتنفيذ عملية عسكرية بعد أن كان التواجد العسكري الإسرائيلي مقتصر على منطقتين رئيسيتين وهما منطقة الزنة ومنطقة بني سهيلة. لكن تفاجأ الجميع بأن القوات الإسرائيلية وسعت من عملياتها ودخلت أفواج من الأرتال العسكرية الإسرائيلية إلى بلدة القرارة تحت وطأة قصف مدفعي وجوي عنيف، استخوى أيضا عمليات إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية. هذا الأمر أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين، لكن لا أحد يعلم بالضبط ما الذي يجري الآن داخل حدود بلدة القرارة، لأن المنطقة باتت منطقة عمليات عسكرية، هناك حصار مطبق على هذه المنطقة، والقوات الإسرائيلية كل شخص يقترب بالأساس من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس يتعرض إلى عمليات القصف الجوي والمدفعي وأيضا إطلاق النار من قبل طائرات كواد كابتر الإسرائيلية. عدد الشهداء منذ الساعة 7 من صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة نحو 90 شهيدا، بعد سقوط عدد من الشهداء في آخر إحصائية لوزارة الصحة كان هناك أو للمكتب الإعلامي الحكومي 89 شهيدا، شهداء عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص وقذائف الاحتلال منذ صباح أمس. لكن هناك انتشال جديد لعدد من الشهداء، اليوم صباح هذا اليوم كان انتشال هناك 5 من الشهداء، 2 في منطقة الشيخ ناصر، وهذه المنطقة شهدت عمليات قصف جوي عنيف يوم أمس ومن بينها أحزمة نارية، وصباح هذا اليوم طالها العشرات من القذائف المدفعية، وبالتالي هناك حالة من الدمار الكبير في تلك المنطقة، بالإضافة إلى انتشال شهيدين من منطقة الفجم ومن بينهم طفلة وشاب أيضا بفعل القصف الإسرائيلي. وأيضا صباح هذا اليوم تم استهداف شابين على دوار بني سهيلة، واحد منهما يعني استشهد جراء قيام طائرات كواد كابتر إسرائيلية بإطلاق النار عليه، وأصيب آخر بإصابات خطيرة بعد قيام قناص إسرائيلي بإطلاق النار عليه. القوات الإسرائيلية الآن تتمركز في أماكن محددة، يعني في بلدة بني سهيلة تتمركز القوات الإسرائيلية في محيط المقبرة وداخل المقبرة، في عند مدارس الفرابي، عند حارة النحاس، في منطقة دوار العلم وغيرها من المناطق. نستطيع أن نقول أن منطقة بلدة بني سهيلة بالكامل الدبابات الإسرائيلية تسيطر عليها وتوغلت فيها وتتمركز الآن بصورة كبيرة، بالإضافة إلى سوق الاثنين ومنطقة الزنة يعني شمال منطقة بني سهيلة. وبالتالي هذه المناطق باتت الدبابات الإسرائيلية متواجدة فيها بكثرة، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية بكاملها من بلدة بني سهيلة، وهي منطقة القرارة التي توغلت إليها الدبابات والآليات الإسرائيلية مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي لم يتوقف منذ الساعة 7 من صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة. أصوات انفجارات، عمليات قصف مدفعي وجوي، كان هناك غارات اليوم في صباح هذا اليوم على منطقة إسكان حمد، على منطقة الزا، على منطقة شارع 5، السطر الشرقي، الكتيبة، حي الشيخ ناصر، كل هذه المناطق تعرضت إلى عمليات قصف من قبل المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية مع استمرار حركة النزوح بصورة كبيرة جدا. الناس بالآلاف لا زالوا في الشوارع والطرقات لا يعرفون إلى أين يذهبون بعد أن غادروا منازلهم ولم يأخذوا معهم أي شيء ممكن أن يعتمدوا عليه، وبالتالي هؤلاء الناس هم بحاجة ماسة الآن إلى مؤسسات دولية توفر لهم الخيام والطعام والشراب، يعني منذ صباح يوم أمس وحتى اللحظة، وهؤلاء الناس يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ظل أجواء شديدة الحرارة في مدينة خان يونس.